خلينا ندخل معاك يا دكتور لمشكله تانية، مشكله التجاعيد. يعني دي مشكله بقى يعني يمكن حتى البنات من سن صغير بيبتدوا يهتموا بيها. صحيح. وفي بنات تقول انا لسه صغيره مش دلوقتي، بعد ما اعدي ال 30 ممكن اشوف لو في تجاعيد اعالجها او الكلام ده. هل بيبقى يفضل ان لو في طرق للوقايه نستخدمها من قبل ما نكبر في السن؟ وايه الطرق دي؟ طيب، هو التجاعيد ليها اسباب كتيره جدا، بس هو اشهرها على الاطلاق الجلوس في الشمس لفترات طويله جدا. ده اللي بيسبب التجاعيد، ده اشهر حتى دايما تلاقي اللي هم الفلاحين اللي هم اللي بيقعدوا فترات طويله جدا في الشمس في الاراضي وكده، تلاقي ليه بشرته كده ليها مظهر مميز جدا. صحيح. المظهر بتاع التجاعيد المميز جدا اللي هو طبعا التجاعيد اللي هي الفخر، التجاعيد اللي هي تحس ان هي بشره التعب. سترونج شويه، بشره قويه شويه. التجاعيد اللي هي التعب والعرق دي. دي اللي هي بتبقى اشهر المناظر بتاعه التجاعيد. التجاعيد بيكون هنا سببها الرئيسي هو تعرض للشمس لفترات طويله. احنا هنا الوقايه بنقول لكل السيدات والرجال اللي خايفين من حدوث تجاعيد في سن بدري، حاول ان انت لو هتتعرض للشمس فترات طويله حاول ان انت تدهن واقي للشمس قبل ما تتعرض للشمس. طب هل احنا عندنا واقي من الشمس طبيعي موجود عندنا في المطبخ؟ او موجود، اللي هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الطرق الطبيعيه المنشور عنها ابحاث كثيره جدا على دورها الاساسي في الوقايه من الشمس والوقايه من حدوث التجاعيد. اسمع ان هي بترطب كمان زيت. صحيح، هو مرطب كمان للبشر. وغير كده وكده كمان بيقوي المناعه بتاعت الجلد. بيقوي مناعه الجلد ضد طبعا الميكروبات وضد الفيروسات اللي ممكن تعمل مشاكل. ما في الجلد ده بيصاب بالميكروبات وبيصاب بالفيروسات وبيصاب بالبكتيريا وبيصاب بكل انواع الاصابات والفطريات وغيره. فهو انت لما بتبتدي زيت جوز الهند انت كمان بتقوي المناعه بتاعت الجلد جدا، وده مطلوب جدا لكل السيدات يعني كوقايه من التجاعيد ومن الامراض الاخرى. ومن الامراض الاخرى اللي ممكن تتسببها الملوثات وممكن تتسببها التلوث عامه اللي هو الصحي نتيجه واحد مثلا عطس في وشك، واحد عمل واحد مثلا حضرتك مثلا حطيت ايدك على مثلا على وشك بعد مثلا ما سلمت على حد مثلا ممكن يكون مصاب بمرض ما. فهو زيت جوز الهند بيحميك من هذا الكلام وبيطهر لك ان شاء الله الوجه والبشره. ده كده الوقايه، ده رقم واحد. اما العلاج فاحنا عندنا اشهر النباتات الطبيعيه على الاطلاق في علاج التجاعيد، هنتكلم داخليا وخارجيا. طب قبل ما نتكلم فضل بس في نقطه في زيت جوز الهند يا دكتور. فضل. اوقات بيبقى سائل واوقات بيبقى متجمد. هو متجمد طبعا. يعني متجمد. السائل ده ما يبقاش زيت طبيعي. هو زيت جوز الهند عامه بيتجمد في درجه حراره الغرفه العاديه. وهو من الزيوت اللي في مشكله فيها اللي هي بتتزنخ بسرعه كبيره جدا. زي زيت مثلا بذر الكتان ريحته بتتغير مثلا، فانا ناخد بالنا بقى ليها ريحه مميزه اللي هو ريحه الرانسد او ريحه التزنخ ده. فما تستخدموش انت عامه، لو هتجيبه بتحطه دايما في الثلاجه. وبنجيبه دايما اللي احنا بنحافظ ان احنا نحاول نجيب على قد ما نقدر اللي هو يكون مكتوب عليه زيت جوز هند اللي هو فيرجن او اللي هو بيكون نقي. ده بيكون كويس جدا بالنسبه لنا. فبنحطه دايما بنحفظه في الثلاجه لانه سهل جدا ان هو يتزنخ. انما لكن لو متجمد ما نقلقش منه يعني. لا ده بالعكس، ده كده ممتاز، كده يبقى كويس، ده كده ممتاز، ده كده معناه اللي هو زيت جوز الهند طبيعي 100%. طيب ده بالنسبه للوقايه، ندخل على العلاج بقى. العلاج بكل بساطه احنا عندنا في حاجتين هنعملهم، هنعالج داخليا ونعالج خارجيا. داخليا وخارجيا. خارجيا خلاصه نبات عود الصليب، بندهن منه كل 8 ساعات نعيد اسمه تاني بعد اذنك. خلاصه نبات عود الصليب. خلاصه نبات عود الصليب. عود الصليب او خلاصه نبات عود الصليب في ماده فعاله اسمها بيونيفلورين، اتعمل عليها دراسات اكلينيكيه كتيره جدا في القصه بتاعت اللي هي التجاعيد. وعلى مدار الدراسه بتتعمل على كل 8 اسابيع بتقيم الوضع بتاع الجلد، منظر التجاعيد بيقل والثنائيات بتاعت الجلد بتبتدي اللي هي منظرها يظهر يبان كمنظر طبيعي. بتاخد وقت قد ايه تقريبا يا دكتور؟ احنا على حسب طبعا الدرجه يا فندم، يعني احنا عندنا درجات كبيره جدا وفي درجات بسيطه. الدرجات البسيطه انت المفروض على حسب الدراسات المنشوره 8 اسابيع. الدراسات الكبيره شويه المفروض السيده بتتمهل شويه وكل 8 اسابيع بتشوف الدرجه اللي هي وصلت لها. المفروض ان احنا كل 8 اسابيع احنا بيبقى عندنا درجه زياده احسن واحسن واحسن وهكذا. فهو من النباتات الطبيه الفعاله جدا في الموضوع بتاع نضاره البشره، واللي البشره تكون شبه بشره الاطفال زي ما احنا بنقول، واللي هي تكون ناعمه نعومه بشره الاطفال الصغيرين. داخليا احنا بنستخدم الحاجات اللي بتبني المفاصل، اللي بتبني المفاصل زي الكوندروتين وزي الجلوكوزامين. تقول لك ايه علاقه التجاعيد بالمفاصل؟ لا ده في حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. عشان الكولاجين وممكن كمان الكولاجين. الكولاجين موجود ايضا كمان، بعض الشركات دلوقتي عدد بتوفر كولاجين باودر، فانت عندك الكولاجين ممكن تستخدمه، ممكن تستخدم الكوندروتين، ممكن تستخدم الجلوكوزامين، ممكن تستخدم
كل ما هو ليه علاقة ببناء المفاصل وبناء الجلد زي الجيلاتين، كل ده بيخلي الطبقات البشرة الطبقة اللي هي السميكة القوية اللي بيها ما يحصلش بكل سهولة السنيات دي. فاحنا بنهتم بأكلنا دايما. لما بتيجي تاكل حضرتك تاكل الفرخة، القرقوشة بتاعة الفرخة دي اللي هي الغضروف بتاع الغضروف بتاع الفرخة، اهتم ان انت تاكل الغضروف بتاع الفرخة. الغضروف ده مصدر غني جدا 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 بالكولاجين اللي بيعيد بناء الجلد مرة تانية. انا ليا صديق هندي مسلم عامل شركة كبيرة جدا جدا في امريكا، وظيفتها فقط لغير هو استخلاص الكولاجين النوع الثاني من الغضاريف بتاعه الفراخ في المصانع بتاعه اللي هي الدواجن، اللي هي المذابح بتاعه الدواجن او المجازر بتاعه الدواجن، بتورد له الغضاريف ما بتكونش محتاجاها بتبيعها له، وهو بيستخلص منها كولاجين نمبر 2 او تايب 2 اللي هو بيبيعها بعد كده للناس، ودي حاجه فعاله جدا في علاج التجاعيد ومشهوره جدا في امريكا. هو الكولاجين طبعا معروف ان هو بيساعد كتير في تحسن حاله البشره والتجاعيد، وطبعا ده كله يا دكتور بيبقى بنسب مدروسه ومحسوسه. صحيح. ومحسوبه، مش اعتباطا. صحيح. يعني مش بشكل عشوائي كده اي حد يقول انا هجيب البودره الفلانيه على السائل الفلاني واحط الاثنين على بعض واعمل خلطه. لا، العمليات دي بتكون عمليات تصنيعيه معقده جدا عشان توصل البيورتي لل 98% و 99% عشان توصل درجة النقاء ل 98% و 99%، وفي بعض الأحيان بيوصلوا 99.9%. طبعا ما فيش نقاء 100% لأن النقاء أو الكمال لله وحده ده مش موجود في العالم يعني. ونعم بالله.